الرحيم وعلى بركة الله دائما نتوكل وبه نستعين. متابعينا مشاهدينا الكرام، أرحب بحضراتكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في هذه الانطلاقة في سباق المؤسس طيب الله ثراه الذي خصص لفئة الحقائق في هذا اليوم، حيث أعلن منذ لحظات انطلاقة الشوط التاسع عشر لفئة الحقائق، ومسافة الأربعة كيلومترات هي رحلة هذا الشوط. بداية نذهب مع مقدمة هذا الشوط لنعلن لكم أول التحديات وأول الأسماء المنطلقة مع هذه الانطلاقة. هناك خداعة وفهد بن مبارك بن راشد الحباب الهاجري يقدم خداعة مع المركز الأول، بينما ثاني المراكز من شديدة تصل مع المركز الثاني، وجابر بن سالم بن جبران المري يقدم شديدة مع المركز الثاني والمركز الثالث الفائزة، وناصر بن راشد بن شابل المري يقدم الفائزة مع المركز الثاني، والتغيير والتسلل من محنة ومطر بن حمد بن راعي الشيجة العامري، والمركز الثالث أو المركز الرابع في هذه اللحظات، المركز الرابع في هذه اللحظات. هناك الخوارة ومحمد بن مطر بن مطوع الكتبي، والمركز الخامس غرناطة وراشد بن طالب بن شريم مضمر القرن مع المركز الخامس. هذه نتيجتنا مشاهدينا متابعينا الكرام للخمسة المراكز المندفعة، الاندفاع التلقائي في هذا الشوط. نعود سويا، نعود مع المقدمة ومع الصدارة ومن تنصب نفسها في مقدمة وقيادة هذا الشوط. هناك شديدة، الله يا شديدة، مع المركز الأول، وجابر بن سالم بن جبران المري مع المركز الأول والمركز الثاني في هذه اللحظات. المركز الثاني من يتقدم من الجانب الأيمن، هناك من الجانب الأيمن جبارة وحمد بن ضعيف بن حمد بن غدير الكتبي، والمركز الثالث الله من سلهودة وسهيل بن سالم بن ثعلوب الدرعي، والمركز الرابع في هذه اللحظات التقدم من الشاهينية وعبد الله بن مبارك العامري الله، والتغيير في هذه اللحظات، التغيير من خداعة وفهد بن مبارك بن رشاد بن راشد بن حباب الهاجري الله الله على هذا الشوط. و1500 متر متبقية، 1500 متر متبقية عن ختام هذا الشوط وعن خط النهاية، لكن نعود مع شديدة. شديدة ما زالت هي المتحكمة والمتمكنة حتى هذه اللحظات، وجابر بن سالم بن جبران المري مع شديدة مع المركز الأول، بينما هنا المتابعة من المركز الثاني، المتابعة من سلهودة وسهيل بن سالم الدرعي الله مع سلهودة والقادمون في هذه اللحظات، والأمور في خطر مع تدفق هذه الشعارات واندفاعاتها، والقادم في هذه اللحظات القادم الشاهينية وحمد بن سعيد بن سلمين المنصوري الله، والقادم أيضا في هذه اللحظات هناك الشاهينية ومحمد بن بطي بن محمد الشامسي. يا سلام الله الله، والتسعمائة متر الأخيرة المتبقية التي تفصلنا عن خط النهاية في هذه اللحظات الله، القادم مع المركز الأول في هذه اللحظات، من تتصدر هذه الأسماء اللامعة؟ سلهودة الله يا سلهودة، والقادمة والتي تشكل كل الخطر هناك الشاهينية ومحمد بن بطي بن محمد الشامسي الله، من ينطلق مع الشاهينية مع المركز الأول الله يا بالأصلي الله، والقادم أيضا في هذه اللحظات الله، الشاهينية قادمة الشاهينية وحمد بن سعيد بن سالمين المنصوري، ولكن تابع للجانب الأيمن التغيير الله، القادمة بكل قوة موفقة قادمة
قادمة موفقة وراشد بن حسن بن محمد النعيمي. الله والشوط يحتار، الله واللحظات الأخيرة مع المئتين متر الأخيرة. الله 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 يا موفقة، موفقة ما زالت مع المركز الأول، والقادمة الشاهينية، الشاهينية مع المركز الثاني. الله الله واللحظات الأخيرة، اللحظات الحرجة، والشوط وين، الناموس وين، السلامات وين. الله ولكن تهانينا تهانينا والناموس لمالك موفقة راشد بن حسن بن محمد النعيمي على الفوز بالمركز الأول، بينما المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية محمد بطيب بن محمد الشامسي، والمركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية حمد بن سعيد بن سالمين المنصوري، والمركز الرابع، المركز الرابع الجزيرة ناصر بن حمد بن سهيل الخيل، والمركز الخامس، المركز الخامس في هذه اللحظات الحذرة والعثة خزع العثة العامري. إذا تهانينا تهانينا والناموس لمالك موفقة راشد بن حسن بن محمد النعيمي. والتوقيت الزمني لحظة الوصول 6 دقائق و18 ثانية بالوفاء والتمام، بينما المركز الثاني، المركز الثاني الشاهينية، والتوقيت الزمني 6 دقائق 18 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثالث، المركز الثالث الشاهينية حمد بن سعيد بن سلمين المنصوري، والتوقيت الزمني 6 دقائق 18 ثانية 3 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. متواصلين.